مدينة الرستان، جولة استطلاعية ورصد لمنطقة من مناطق مدينة الرستان القريبة من كتيبة الهندسة. طبعا هذا حي من الأحياء الموجودة في مدينة الرستان المهجور من السكان، هذا الرصد للواقع المأساوي والصعب لأهالي مدينة الرستان. هذا الحي فارغ بالكامل من السكان، طبعا كما نلاحظ القصف الذي أدى إلى تدمير أغلب هذا الحي، هذه البيوت مدمرة جراء القصف المتواصل من قبل كتيبة الهندسة وكتيبة المشرفة من الجهة الشرقية لمدينة الرستان. طبعا أنا حاليا في مكان مهجور بالكامل من السكان، كما نرى هذا المنزل منزل بالكامل لا يسكنه أحد. طبعا هنا في هذا الحي شيء من الوحشة قاعدة مسؤول وجود وناس يسكنون في هذا الحي. حاليا أنا سأقترب من أقرب نقطة تماس للجيش الأسدي لكتيبة الهندسة في مدينة الرستم. كما نلاحظ تدمير محولات وعنفات الكهرباء، تدمير كل شيء من بنية تحتية وأبنية، منازل، من الصعب الوصول إلى هذا المكان إلا بعد تجاوز عدة أحياء. طبعا كتيبة الهندسة المقابل موجودة في هذا المكان، هذا الطريق الدولي طريق حمص حماة، طبعا مقطوع الطريق الدولي الواصل بين حمص وحماة ومدينة الرستان تقع كي يعلم الجميع هي مدينة تقع بين مدينة حمص وحماة بين المحافظتين، إداريا تابعة هذه المدينة لمحافظة حمص، 20 كيلومتر بعد عن مدينة حمص وعشرين كيلومتر البعد عن مدينة حماة. تشتهر مدينة الرستان بالزراعة وأيضا الصناعة. طبعا هذا هو الطريق العام كما ذكرنا، نقاط عسكرية متواجدة في مدخل الكتيبة، طبعا هذا هو مدخل الكتيبة الهندسة. دشم عسكرية وطريق دولي مقطوع منذ أكثر من سنة، حصار مطبق على مدينة الرستان جراء الثورة التي قام بها الشعب السوري، ومدينة الرستان من أوائل المدن التي قامت بالثورة. طبعا كما نرى مكان مدمر بالكامل، أحياء لا يسكنها بشر خاوية على عروشها
بنية تحتية مضروبة من قبل عصابات الأسد. طبعا المكان الذي أقف فيه حاليا هو خطر جدا، حيث يتم قنص أي شخص يحاول قطع الطريق باتجاه هذا المنزل. وعن الكتيبة حاليا كما ذكرت متواجدة هنا. مساحة الكتيبة تقدر بالكيلومتر كطول محدود 8 كيلومتر، شريط حدودي من الجهة الشمالية لمدينة الرسته. الآليات العسكرية متواجدة هنا. هذه كتيبة هندسة تحولت من الدفاع عن الشعب السوري إلى قتلة لهذا الشعب الذي طالب بالحرية. سأقترب قليلا لنوضح أكثر. طبعا كما نرى هذه بحيرة الرستان، بحيرة هذه المدينة. لم يعد أي شخص من أهالي مدينة الرستان الاقتراب على أطراف هذه البحيرة من جراء عمليات القنص والقتل من قبل كتيبة الهندسة. طالما سعى النظام إلى تحويل هذه المدينة مستعمرة، لو ذكرنا شيء عن تاريخ مدينة الرستان، مدينة تعتبر كونها زراعية أيضا، وهي لوجود بحيرة سد الرستان ذات طابع سياحي. قام النظام بعد الانقلاب العسكري الذي قام به حافظ أسد بتجفيف هذا العمل السياحي في مدينة الرستان لغاية في نفسه. طبعا كما نرى منازل مدمرة بالكامل، أحياء مهجورة. نستطيع الدخول إلى هذا المكان، ولكن فيه نوع من الخطورة الاقتراب. كما نرى لا يسكن هذا الحي أي شخص كان، عدم وجود وتوفر أي مقومات للحياة من قطع التيار الكهربائي والماء، والحصار المطبق على مدينة الرستان جعل هذه المنطقة من مدينة الرستان منطقة تسكنها الأشباح. كما نرى بيوت بالكامل مهجورة ومدمرة. طبعا القليل 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 الذي يأتي إلى هذا المكان أي تحرك يقوم به أي شخص في هذا المكان يرصد من قبل كتيبة الهندسة، ويقوم النظام بقصف هذا الحي مرة أخرى رغم عدم تواجد أي سكن أو حياة في هذه المنطقة.